اي واحد بيكتب كومنت عشان ارد عليه هيقول لي بقى ايه ده انت جبت مش عارف خلخال، ده انت عشان ارد عليك مش هرد عليك بقى، ما انا عشت انا عارف طريقة دماغك وطريقة تفكيرك، فرايح رايح رايح اقول لا مش هقول، انا عايز كنتوا اللي تعرفوا. يا جدعان ما اسمهاش شعبية، جلابية، جلابية بلدي، جدع يا دي هيبة ابن الكتيبة اللي جابها، برضو ابن الكتيبة اللي جابها. ده انا رحت النهاردة لقيت مدير الكافيه عندي عامل يوم الخميس حفلة في الكافيه، كان نفسي احضرها، حفلة كاريوكي بقى مطربين وبتاع. هيبة يا ابن الصرم ليه كده يالا؟ ده لسه بشكر فيك وسخ، خير انت عامل شر انت. والله والله العظيم حبيبة فرقان. طب يعني هو ينفع الشير 3000 كده؟ هينفع يعني؟ لا يجوز خالص يعني خالص. بس يلا والله كنت رايح في اول شهر 9 قال لي تعالى 10 10، كنت عايز اقول له اللي انت هتعمل حفلة 10 10، قعد 40 يوم اقسم بالله. انا اول مره في حياتي هلبس جلابيه بلدي، بس مش عايز اقول لكم انا لبست جلابيه بلدي، بس على فكره اللي انا متصور بيها دي ما كانتش بتاعتي، دي كانت بتاعت ابن خالي، والحسن حظ ان هي جايه على مقاسي بالظبط، جايه على مقاسي قوي، اللي هو انا استغربت اصلا. ايه يا عم انت مالك في ايه؟ صلى على النبي صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. معلش ثواني، غلطة فنية بس. أليكسا هي مش شغالة ليه؟ أليكسا إيه ده؟ أليكسا في حاجة غلط، شكلها تعبانة عندها السكر. هتبقى بكام؟ هو الجلابية واقفة عليا بما يقارب الجلابية لوحدها قماش بتفصيل 4500، بس انا جايب قماش غالي. حبيب ابو صلاح، بس انا مكنتش اعرف ان الجلابيات مكلفة اوي كده يا جدعان. اللطقم اللي احنا بنلبسها دي اقسم بالله ارخص، ارخص بكتير. التفصيل كان 350 جنيه والسكه الحديد ب 700. لا 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 غاليه قوي الجلابيات والله، بس ما بلبسهاش غير الغاليين برضو. ما الغالي للغالي، ما هو مين اللي بيلبس الجلابيه؟ هبه هرد عليك حبيبي عصام. ايوه مش اي حد يلبس الجلابية ده كده كده. اوعى هعمل لكم حتة سيشن ابن فجرة، حتة سيشن مش طبيعي. ايه كنت بتصرف عليا انت وامك الله يرحمي؟ تعالى يلا فين الواد ده؟ بره يا كلب. انا والله العظيم لو وريتكم صورته ثواني، بص عشان اقول لكم
انا والله العظيم اتحاريت هنا في البرنامج. بصوا ثانية، بص اللي بيقول له الله يرحم ده عامل ازاي. انا هديك بلوك الاول قبل ما اتكلم عليك، عشان انت طفل اندر ايدج، عشان نفسك ما تتعبش. بس عرفته ليه بقى؟ انا اغلبية الكومنتات ما بهتمش بقى، اتفرج. ده بيقول له الله يرحم اهو، لو كنت انا سمعت كلام ابويا واتجوزت وانا عندي 19 سنة اقسم بالله كنت جبت قده. امشي انا بقى ورا الكومنتات دي؟ لا يا جدعان والله العظيم مفروض نكبر دماغنا هنا في البرنامج، مش اي حاجة نعلق عليها. ايه يعني واحد كتب لك كومنت؟ ف عادي، اصل طفل، اطفال احباب الله، الله يرحم، ماشي خد بلوك والله يرحم. انتوا عارفين بقى الفكرة مش في الطفل، الفكرة في الخايب الكبير اللي بيكتب زي الطفل. يعني في كام واحد خايب كده عمالين يكتبوا الله يرحم على اساس ان انا مثلا هرد عليه ولا هعبر واحد فيهم؟ ما هو هتلاقيهم من نفس العينة بتاعته، 8 سنين 10 سنين. لا بس العيال دي انا بحبها بصراحة. والله قلبي يا سمورة، أطفال أحباب الله، أطفال أحباب الله، ما عدا العيال الوسخة. والله بحبهم بجد. لا بصراحة بغض النظر عن الهزار وبتاع، أنا بحب العيال دي، العيال الصغيرة. أنا بالنسبة لي الطفل من عند سنة ونص لحد 6 سنين ده أمتع وقت للطفل بأمانة الله. بعد كده بعايز شبشب، بس شبشب وتقعد تسقف على وشه كده، تجيبه زكى حبيبي صباح الخير بوم، تروح مسقف له على وشه. بيبقوا بدأوا بقى في مرحلة الشيطنة. ما انا كان عندي اخوات صغيرين وشفته. والله بيبقى يا راجل اعوذ بالله، بيبقى الطفل من دول ولا بيحترم بني ادم ولا بيسمع كلام حد، وتقول له يمين وهو عارف ان يمين ده صح، لا طبعا انا شمال يا ابني شمال، انت كفيف اصلا ما بتشوفش. مشكله اللي بينصحه ده ابوه امه عمه حد كبير. بس احنا كلنا كنا كده بصراحه، يعني عشان ما نضحكش على بعض، كلنا كنا كده، كنا شباب وكنا صغيرين وعيال اندر ايدج، ومرنا بالمراحل دي كلها، ما كناش بنسمع كلام حد. يعني هات لي واحد فيكم ما سمعش كده، سمع كلام ابوه في كل حاجه، مستحيل مستحيل. انت لو ما طلعتش ابن عاق ما تبقاش طفل اقسم بالله. لازم تبقى ابن عاق وانت صغير، لو ما عملتش كده تتفهم غلط. ايه ده؟ يا نهار ازرق. ايه يا مدعي؟ انت ايه جبت انتريك جديد ولا ايه؟ ما شاء الله. المصحف هو بقاله من سنة 90، انت بقيت بس يمكن انت ما بقتش. سنة 90 كان فيه الكلام ده ام عمر، احنا نهزر؟ انت مغيرة الانتريك، تنزل لك اسد امبارح من ورايا ولا ايه؟ لا ده يمكن اغيره قريب. هو الاسد بيجيب انتريا اللي ما عندكش دم؟ ده الانتريا اللي حطها دوت ما يكفيش 10 قصودها. ليه بكام؟ انا قاعده في الارض. بس ما يغركش الانتريا اللي وراه دي عامل بكام؟ عامل كام؟ ما انا عايز اعرف، ما هي الفكره ان انا عايز اعرف. ده غالي. ما الغالي للغالي طبعا، عاملاه بكام بقى؟ بكتير كتير. انت ايه الاخبار؟ الحمد لله في نعمه والله. انت في ايه يا ولي؟ مش كده شغل البرشام ده ما يصحش. والله اتعلمت منك، انا شغل البرشام احترم نفسك. الله عمر، لا ده انت قد الدنيا يا عمر. البرشام ده انت اللي تعرفه. انت عارفه ان انا بعزك. صح. انت تعرف ان انا كنت عايز اغير الانتريه اليومين الجايين دول، اشيل ده واجيب واحد رصاصي عجبني قوي قوي قوي. ما هو ده رصاصي. لا دوت سمني. سمني؟
يعني ده في من الوان البني. لا والله والله، فانا كنت عايزه اجيب رصاصي واغير الستاره اخليها رصاصي. رصاصي؟ طب ما تغيري، ادي لحد غلبان ملبوس ده كمان. لا لا لا، مش اصلا ملبوس. يمكن استلم شقه في اليومين الجايين دول، كنت مقدمه عليها من زمان تبع السيسي يعني، فمش قربت اخدها. هو انت محتاجه للكلام ده يا ام عمر؟ سيبها يا للفلاح. جدع محتاجه، كنت وانا في السوق وانا ببيع وانا قاعده على الرصيف، فقدمت عليها ربنا كرمني وقبلونش. الناس دي المفروض تعيد حساباتها. يعيدوا هيلاقوني اغلب من الغرب. ما هو مش هيلاقوا حاجة، ما انت واخدة احتياطاتك من كله. هيلاقوا الدنيا حلوة والخزين حلو، بس مش هيلاقوا حاجة. العقربة دي مش هتعرف تقفش من وراها حاجة. لا ايه ده؟ نلعب جولة أحكام مستشفى أنا وأنت، نبدأ ليلتنا بيا أنا وأنت، نعم يا أم عمر، والله لنفذ لك. حلفت بالله. يلا بسم الله الرحمن الرحيم، جولة يلا واحدة ماشي. أنا عندي يلا. كلمة كتيبة، كله يجرب يكبس على الشاشة، لو ما ظهرش قلوب مكان صباعك اخرج وادخل تاني. ثلاثة في خمسة على النضارة، ثلاثة في خمسة على النضارة. لا تكبيس تكبيس تكبيس، خمس مرات في خمس مرات في خمس مرات. خلينا نسخن على ابو عمر كده ما تشوف الدنيا ماشية ازاي. نسخن على ابو عمر شروق. لا تكبيس يا كتيبة، تكبيس يا كتيبة، ثلاثة في خمسة على النضارة. تكبيس خمس مرات في خمس مرات في خمس مرات. كتيبة اللي التكبيس ما بيظهرش عنده، يعني وانت بتكبس كده على صورتي على النضارة، لو ما ظهرش مكان قلوب مكان صباعك اخرج من اللايف وادخل تاني عشان يبقى تكبيسك مش محسوب. قشطه. الدبل الدبل، عايزين نجمع قفازين ثلاثه. لو حد معاه قفازات ما يرميش ما يرميش، احنا محتاجين قفازات. النهارده هنلعب جوالات حماس، هنلعب جوالات حماس. فبالله عليكم اللي ياخد قفاز ما ياخدوش ويجري، حرام عليك. يلا جاهزين جاهزين جاهزين. أليكسا يلا يلا على التريبل ايد واحدة. عالترابل يا كتيبة، عالترابل. تكبيس من نار، تكبيس من نار. لا شباب ما نخسرش، ده ترابل يا جدعان. في يا جدعان؟ في يا جدعان؟ ده ترابل احمد، ما يروحش بقى ما يخسروناش. وقفاز كتير قوي على ام عمر كده. هاي يا احمد هاي. لا 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 لا، ما يقفلوناش ما يقفلوناش ما يقفلوناش. تكبيس بقى كتيبة تكبيس. استغلوا القفاز. زد شدينكم. تكبيس انا عايز تكبيس والله العظيم. انتوا بايديكم دلوقتي تقفلوا التكبيس 60 ألف.
خمس مرات في خمس مرات في خمس مرات على النضارة هتلاقي الدنيا حلو. يلا اهو خمس مرات في خمس مرات في خمس مرات كلكم مع بعض مع بعض هشوف زاد 3000 في 3 ثواني. شدوا حيلكم شدوا حيلكم تكبيس شدوا حيلكم تكبيس احنا لسه اول جولة لينا. هو التكييف ده انا حران ليه كده؟ الجو النهارده حر صح؟ كبس برضه ملوش علاقة. الجو حر ساقع سخن ملوش علاقة. ده لازم تكبس. ده انت قاعد معانا هنا في اللايف لازم تكبس. احنا هنضيع من غيره. تعايش تعايش. يعني بص كده النت كويس عندك يا ام عمر؟ هو النت عندك ولا عندي؟ امال في انت صوتك مش طالع لي اصلا. ده انا كنت الصوره بتاعتك وقفت وانت عامله كده. انا قعدت اقول يا ساتر يا رب واتاري من عندنا. اخواتي بيلغيني في الكلام يا اخواتي. يسعد قلبك يا نهار يا بعد. لا يا جدعان القفازات يا جدعان اخواتي بقى مع بعضين. اخواتي مع بعضنا السكور مش بعيد السكور قريب اخواتي السكور قريب السكور قريب يا سعيد حبك يا سعيد ملك كحفان يا سعيد تسمع انا السكور قريب ملك كحفان ملك قريب السكور قريب ملك كحفان انت نفسك تبو الله يسعدك يا حبيبتي يا رب يسعد قلبك يا رب ربنا يسعدك يا رب يخليك يا حبيبتي يسعد قلبك يا حبيبتي مشاعر وجهان الله يسعدكم يا رب اخواتي حبيبتي الجولة الثانية يلا جعفلة 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 كتيبة بيج لاف نشكر الناس حبيبة قلبي يا نور عينيا من جوه يا بعد راسي من جوه احمد هبة مرقص سبعاوي زيد هبة الله يسعدك يا حبيبتي يا المال يسعد قلبك يا رب محمد حبيبتي دونتي الله يخليك يا رب والله ده انت اللي قلبي وحياتي نور عينيا بيج لاف يا اخواتي قلوبي يا اخواتي قلوبي يا اخواتي بيج لاف يا كتيبة قلوب يا اخواتي ومهرة العسلية ارفع الشير ارفعوا لنا الشير كده ارفعوا لنا الشير 20 30 الف بعد اذنكم عشان انا فديتك ده انت اللي فديت قلب يعني انا داخل في مود الحماس خش معايا خش معايا اقلع ونط على طول اضغطوا شير عبال ما نبدا الجوله قشطه اقفلوا لنا الكومنتات اخرس انت بتديني فيل اكتر ما انا فيله لا 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 انت وحيد الكرم اقفلوا لنا هو فين المشرفين اللي عندي انا غير طقم الاشراف خلاص اغير المشرفين اللي عندي يا حبيب انت والله نضيف مشرفين اصل انا ما عنديش غير ثلاثة مشرفين وما فيش ولا واحد فيهم موجود يا اخويا انت حد مسلطك عليا النهارده نهار اسود يا حبيبي اديني ورده بلا فيل انا اختار 3 4 كده من الناس القدام اللي حبايبنا يلا يا كتيبه مع بعض روحوا 3 5 على النضاره 3 5 على النضاره روح خمس مرات بخمس مرات دعنا ومشاعري وحبايبي اخواتي روح تكبس اثبت لي ان الروح الدبل اول ما يشتغل انا عايز ادش بوم في الدبل اول ما يشتغل الدبل يسعد قلبك شد تكبيس يا بعد راسي تكبيس من النار يا بعد عمر الديالو شد تكبيس 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 خمس مرات في خمس مرات في خمس مرات وننهي الموضوع عشان ده مش تكبيس مع بعض مع بعض ثلاثة في خمسة على النضارة عيّا كتيبة
الله 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 ايه ده؟ ده اتحمست قوي ام عمر. طب شدوا تكبيس بقى، والله تكبيسكم ده ما ينفع، اقسم بدين الله تكبيس يا جدعان. مش لازم اقول تكبيس 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 يا جدعان، ده هو 5 مرات على الشاشه يا جدعان، مش محتاجين نتكلم فيها يعني. التريبل 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 يا كتيبة، التريبل يا كتيبة، التريبل بيتفتح عندها. سبعاوي مع بعض يا جدعان كله. ايه يابا؟ اي يابا؟ يلا يلا على التريبل. روحوا هبا، مبروك على الليفل 40 عالترابل يا كتيبة. التكبيس ما يقفش، 5 مرات في 5 مرات في 5 مرات. التربل ما يروحش، التربل ما يروحش. والتكبيس لشد تكبيس، لشد تكبيس. ايه يا جدعان، ايه يا جدعان، نار ازرق. يسعد دينكم. هاي هو ده اللعب اللي يحمس. بس التكبيس مش عاجبني، والله العظيم التكبيس ما عاجبني. عندنا تكبيس اقوى من كده يا جدعان، يا جدعان. طب انا عايز افهم حاجه، انا دلوقتي كنت اقفل الكومنتات، مين بقى في المشرفين هنا شال السائل اقفل الكومنتات؟ ما حدش قفله. مين بقى في المشرفين هنا هنا؟ انت بس قاعد تفتح لي كومنتات بس يا اخويا. ماشي. طب وانت كنت معايا فين من 3 ثواني؟ لا ده ده بيطلعوا لنا شدوا تكبيس بقى، شدوا تكبيس، شدوا تكبيس. قلتومي بقى، ايوه قلتومي قلتومي زيد، قلتومي 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 يا رشان قلتومي. كان جبيده ايه ده؟ ده قلنا، ده قلنا. هي هي تكبيس تكبيس. ناخد حملة في اخر دقيقة، حملة في اخر دقيقة. انتوا لو شدتوا تكبيس اقسم بالله هنبقى في حتة تانية، بس نشد تكبيس. نشد تكبيس. تكبيس تكبيس. بيعدونا يا جدعان بيعدونا. احمد معاك قفاز، نزل نزل القفاز. بنضيع يا جدع يا احمد، انت خدت القفاز وخلعت يا احمد. يا سعد دي على القفاز. العبنا رالي بقلب، العبنا رالي بقلب. شباب ما تروحش ما تروحش. كان بيدو مع بعض يا شباب، مع بعض. العبنا رقل بقلب، ايوه هي دي اللي بتجيب. حي ما تروحش يا جدعان، حي مرض. شباب ما تروحش ما تروحش ما تروحش. يسعد دينكم. راحت اولي اركني يا اولي، انت اركني يا اولي. 60 نيل على وشك، مالكوا قافشين ليه كده؟ لا اله الا الله. يسعد دينك يا هبه، والله اتحمست والله اتحمست. اول مره العب على القرشانه دي واتحمس. على طول بحب اقول لها بيعت الفلفل، بس اول مره اتحمس كده. جوله بهدة بهدة، كنت بقود حرب من شوية والتانيين مش عايزين يحلوا. بس انتوا جايين مع مين؟ هبة قلبي يا هبة. مرقص زيد سبعاوي.
مو ايه مو جونت صح، اسمك صح مو جونت حبيب كريم. سمورة دونتي اسك تركي ابو عداي بيج لاف ذا كتيبة. صوت قلبي المهر. الحكم الان، انت حلفتي بالله لا تنفذي احكام. هنفذ لك اللي انت هتقول عليه. يلا قولي وحياة عيالي. وحياة ولادي. حلو. كان جبيده نمارزة حبيب قلب. انت بتضرب مخفي ليه؟ طيب الله يسعدك يا حبيبتي، الله يسعدك يا رب. يلا جوري ماشي. الحكم الاول، انا عايزك تتعلمي التصوير الاحترافي، تروحي تعملي ريفيو للمطعم عندي دلوقتي. قصدك؟ لا مش دلوقتي، لما تروح في خلال الاسبوع ده تروحي عند المطعم تعملي ريفيو عن المكان والاكل. اوعدك ان انا يوم السبت اروح انا والعيال اتغدى واجيب سيرتك. وتجيبي سيرتي؟ ايه المطعم؟ اه تجيبي سيرتي ليه؟ اعمل لك فيديو حبيبتي. ماشي ماشي. لا ما هو صلى على النبي، انا كسبان بسكور، يعني انا هحكم عليكي ثلاث احكام، مش هديكي ثلاث احكام. طب والحكم اللي فات من شويه ده كان ايه؟ لا ده ما انا هحكم عليكي ثلاثه، يعني انت هتروح المطعم هتعملي ريفيو تنزلي فيديو عندي. الحكم الثاني، اللهم صل على النبي، تجيبي ملايه قدامك وتحط عليها شويه خضار وتقلدي لنا ام عمر. مش عيب. لا وانا قلت عيب. الحكم الثالث، تجيبي علم من عند الكافيه عندي، هتلاقي اعلام، تحط العلم ده جنبك. فين اروح امتى؟ اما اروح لما تروحي تبقى خدي علم. ماشي حاضر. خليهم يعملوا لك علم مخصوص بيكي كده ويحطوا لك عليه صوره فلفل. مش عيب، الفلفل والخضار انضف من وشك. ليه؟ يجي لي الشرف عشان انا بجيب الدنيا كده. شرف اي حد يا ست. يبقى ما ترغيش كتير وما تهريش كتير. انا ولا رغيت ولا هريت ولا عملت اي حاجه. يلا الجوله الفاصل. جوله فاصل مين؟ انا كسبان الجولتين. وماله، انا بقى اكسبك اخد حقي. هتاخد حقك يا محمد. هو انت مش شايف السكور ما بيني وما بينك 1000؟ مين جوليه؟ انت بتتكلمي كده ليه؟ عشان بعرفك ان انا قد اي حد. انت قد اي حد يا ام عمر، انت قد الدنيا وقد البحر بسمكاته. يلا بس احكم عليك احكام وحشه بقى لو كسبت. ماشي لو كسبت احكم اللي نفسك فيه وانا احكم عليك احكام وحشه. الحكم على قد السكور. انا سكوري كان قريب من سكورك اصلا. انا قلت لك ماشي انفذ لك وهتشوف يوم السبت احكام، هتشوف يوم الحكم. كان لغايه ده ما ينفعش. خلاص نروح انا والعيال ناكل برجر. والله وعرفت البرجر يا بيات الفلفل. بس يا مأسف يا محمد، ده انا كنت شغال على الكومنتات. بس اقفلوا الكومنتات يا كتيبة، اقفلوا الكومنتات. اخواتي افتحوا الكومنتات، واللي مش قادر يكتب عند مدام يجي يكتب عندي. يعني هم يكتبوا هيوقعوا يا اختي؟ هم قاعدين بيضحكوا عليك. فلوس وكده كده احنا هنكت عشان الدولة دي لنا. يلا يا كتيبة، يلا يا كتيبة. الدولة دي انا لو خسرت هيبقى شكلي وحش. روح روح. 3 في 5 على النضارة، 3 في 5 على النضارة. أنا عايز كل اللي في اللايف 5 مرات، في 5 مرات، في 5 مرات. تكبيس يا كتيبة، تكبيس. لا شباب شباب، احنا ازاي 19,000 يا جدعان؟ اللي تكبسه مش محسوب يخرج ويدخل تاني. تكبس 3 مرات على الشاشة، 3 في 5. تكبيسك ان ما تحسبش، خد بعضك وامشي، خد بعضك وامشي، اطلع من اللايف وتعالى تاني. فهمتوا؟ يعني انت هتكبس كده على النضارة، وانت بتكبس كده ما ظهرش قلوب مكان صباعك، يبقى التكبيس مش محسوب، اطلع وادخل تاني. فهمتوا؟ عاش يا كتيب. ايوه هو ده التكبيس، هو ده التكبيس. 5 مرات، في 5 مرات، في 5 مرات. انت بقيتي كفيفة.
يلا بيدو التكبيس يا كتيبة، التكبيس يا كتيبة. هيدا هو الله يخلي لي ياكم. بصوا ام عمر رايقه، اول النهارده بتشوف الدعم بغزاله بتبقى ايه الغزاله رايقه. هوبا هوبا الناس الحلوه سايقه. هو بالسبب يسعد دينك الحوت. انا عامل لك ميوت، اقري بقى مع نفسك زي ما انت تاني. عشان انا عارفه ان انت بتتكلم على ايه باسلوب وحش. هسمعكم، سمعني بتقول ايه يا جدعان. انا في البرنامج يا روز يسعدينك يا روز، يسعدينك يا روز القلب، يسعدينك يا ورد. مع بعض مع بعض يا ستي. ام عمر دي هتتقبل ام عمر يا شلت الميوت صح؟ لزوم الشغل. ناخد الجوله يا اخوات. هي ام عمر اللي في البرنامج ده، انت بتتريق وكويسه، بتحب الناس كلها وبتحب الخير للناس كلها، وبتقعد تعد لهم بينزل لهم ايه وما ينزل لهمش ايه، بتطمن على مستقبلهم. طب مع بعضنا عشان ده لتاتو عجان وبيحب يرغي. تكبيس يا كتيبه. وفقرني لما لقى الدنيا شغاله راح فقرني. طب انا فقرتك انا عملت ايه؟ مع بعض يا اخواتي مش كده. اخواتي مع بعضنا يسعد قلبك يا روح. اخواتي ناخد الجو. الفرق مش بعيد. انا حظي الاسود ما في دم، انا حظك الاسود ابو وش ابو ما في دم. مع بعض ياخد صوت راح من اول جولتين نهار اسود ومنيل ولا اي ما بحارب. اخواتي مع بعضنا مش كده. اخواتي مع بعضنا مش كده. ما اخواتي مع بعضنا مش كده. قلبي يا روح. تكبيس من نار. تكبيس من نار. ما تروحش. ارحب يا طيار. تكبيس تكبيس يا عزيز. تكبيس يا كتيبة. تكبيس يا كتيبة. يا كندر يا رأي سود. مش عارف انا اكمل يوم معكم ازاي. اخواتي مع بعضين. اخواتي الجولة ما تروحش. لازم يكون في حماس. مش لازم اقوم اتصور كنت راح بسبب الجولة بسبب التيك توك. قلبي يا روز. بصوا احنا مالناش دعوة بالكلام ده كله. تمام؟ في اخر دقيقة. حملة. حملة حبيبي يا كندر. روحوا ثلاثة بخمسة على النضارة، ثلاثة بخمسة على النضارة. تكبيس من نار. خمس مرات بخمس مرات بخمس مرات. تكبيس. شدوا تكبيس 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 تكبيس. فضل لنا مليون. شدوا تكبيس كده. فلوم تسعة مليون. شدوا تكبيس. يا تكبس يا. اكتر يلا. تكبيس بقى تكبيس بقى تكبيس. تكبيس تكبيس على الطريق جوا. تكبيس اقسم بدين الله بتبدعوا تكبيس. او ما شاء الله عليكم. الله اكبر على تكبيسكم. الله اكبر عليكم. على الطريق ما حد بيحسدكم غير العبد لله. او والله العظيم. وما حد جايبنا الارض غير العبد لله برضو. انا اللي بعنا كتيبة. والناس كلها غسيل اموال. اقسم بالله. قصتنا ما يعلم بها الا المولى فقط. فقط. خدنا قفازات. سلطان يا حبيب قلبي يا سلطان انت فين؟ انت معاك قفاز ده تخليه معاك امانه. انت راجل محترم وتعرف ربنا. انا عارف ان انت راجل محترم. كندر سلطان احلى قفاز مع اخويا. مع اخويا ده كأنه معايا. خلي بالك منه بالله عليك. سبعاوي تركي مروه كوبا حبيبي يا كوبا. آية تركي دونتي أسك يا عم انت اسمك عامل ليه كده؟ محمود بيج لاف كتيبة. حكم الأول أم عمر من جولتين. لا ما احنا لعبنا جولتين في الأول بعد كده بتبقى لا ما جيب. أنا نفذت لك ناس جولة. عايزني أنفذ لك ناس جولة.
طب انت بتتكلمي كده ليه؟ هو كيدز كيدز ليدي من غير ليه؟ الغزاله رأي. شوفوا ام عمر لما بينزل لها دعم بتلاقيها يا عم سيبنا الله صعبت عيالي يا سيدي. انا فاتحه انترنت ببلاش عشان اشوف وشك النخم. تكبيس مع بعض يا بنت انت خمسه على الجبهه مع بعض تكبيساتنا يا بنت انت وهي مش عايزه يا بنت الا لما الاقي النضاره كتير مفيش غير رز يا وليه يا بنت النضاره كتير ما كانوا كاتبين يا وليه يا صفرا يا اللي ما عندكيش دم كبس يا صفرا 7000 واحد مش عايزه فيكم واحد يعمل اللي على وش كده تكبيس يا كتيبه نشد تكبيس نشد تكبيس بعد كده بقى نقعد نهزر اخر الليل احنا في اول الليل احنا في اول الليل نعمل حصيد الغله وبعد كده نستريح نفسيا بس نعرف نهزر بس نحكي في المحكي بقى انما كده العمليه ما تجيبش عمها صح تكبيس من نار تكبيس من نار مع بعض خمس مرات في خمس مرات مع بعض يا اخواتي لا ما هو انتوا ما تستعبطوش بقى مش عشان قلت لكم تكبيسكم حلو هتقولوا لا تكبيسات بقى ما تستعبطوش ما تستعبط يخرب بيت زلومتك وانت بتتكلمي يا ساتر يا رب ام عمر لما بتتعصب بتلاقي الزلومه نطرت كده باظت لقدام انا لما بتعصب ما بشوفش حاجه قد قدامي بص اقول لك كلمتين انا حطهم على كده في نفسي تعيش قوي تتنك قوي تعيش ضعيف يدس عليك بالشبشب ايه الهديه دي عشان كده انت متهدر حقك الله يعينك حقي حق مين انا ما بسيبش حق الحمد لله مع بعض يا بنت خد ميوت عامر يلا اخواتي مع بعضينا شغل الاغنيه على التريبل يا رب يجي ورد بقى منور الدنيا من غير فصول يلا مع بعض 64 ورد 64 ورد ورد يا كتيبه ورد يا كتيبه ورد يا كتيبه ورد يا كتيبه ورد 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 التكبيس مش حلو والله انا حسدتكم الجوله اللي فاتت حسدتكم غيمه مين اللي منزل الغيمه ده ليه يا ابني منزلها دلوقتي ده بتنزل اخر 20 ثانيه و15 ثانيه فهد هوبه يلا على التريبل ظاهر الشمر عالترابل يا كتيبة تلاتة بخمسة عن نضارة تامر تلاتة بخمسة عن نضارة اسباب You can see me يا بياعة الفلفل النبي يا جربان انا ما بكلمكيش انت انا كنت عامل لك ميوت الله يسامحك هيسامحني ان شاء الله ان شاء الله باذن الله عشان عيالك عشان عيالي مالهم عيالش هيسامحك عشان عيالك بتربي اطفال هيسامحني طول عمري عشان ما بعملش حاجه غلط انتي ده انتي ضلاليه مش اكتر منك يا حرامش انت عارفه ان الحاجه الوحيده اللي ما بتجيش معايا والله كان عندنا مقلى على اول الشارع عم عمر المقلى دي ما في حد من صحابي غير لما غفل عم اشرف الله يمسيه بالخير هو اكيد شايفنا دلوقتي وانت بتصلي على السجاده والله الوحيد اللي كنت بخش باخد قدام انا غسيل يا ابن الغسيل يا امك غسيل انا غسيل غسيل بالاكس ولا بالاريال يا شماه ده انا ما شفتش الاسد من ساعه ما فتحت يا ابن خلاص هدي يا ام عمر والله انا الوحيد يا ام عمر انا ما كنت بسرق منه لب كنت يسعد قلبك اللي ما شفت يا اخوتي الا طيارات ما شفتش الاسد بعناق العنايه ما كانتهمش الدود ما شفتيش الاسد النهارده والله ما شفته ما انت لسه فاتحه ام عمر اتقلب انت هتقفش لك دعم دلوقتي هتحل يعني
يا انت رب. مش هقول لك بقى انت هتعملي ايه، انت اكيد ده انت فاهمان اكتر مني في الحته دي. يا سعيد قلبي ليفل 39 واصل. هو ده هو ده. انا صوتي راح، صوتي راح بسبب جولتي نهار ازرق ومنيح. ايه ده؟ ده خفاش اللي اترمى ده؟ تامر الباب، آية، مروة، تركي، عمر، يوسف، سلطان، دونتي اسك، السيد رزق، هبة، بيج لاف، ده كتيبة الباب. انت بقى معاك قفاز، انا ضفتك، احنا اخوات من دلوقتي، احنا اخوات، مش صحاب، لا اخوات. ده انت معاك يعتبر 60 ضلع مني. معاك قفاز يسوى عندي كتير، اسمع مني. حكم الاول ام عمر، احكام بقى عشان ايه؟ انت حلفت، تحلفت لا تنفذ. طبعا طبعا. الحكم الاول تغيري اسم الاكونت بتاعك وتكتبي فانز مداهم 3 سبعات. يا جدع انا فانزك من غير اي شيء؟ لا لا لازم تكتبي من غير ما اغير. لا لازم تكتبي. الحكم التاني، الحكم التاني، الحكم التاني والله مستعيب احكم عليها عشان بحبها اقسم بالله. بس يا حبيبي يا ابو دايب ما نعرفش منك لا ابدا. بطلنا الحنيه دي. مع السلامه يا اخويا راغب. خدي عشان ما ازعلكيش، خدي انت حلفه لا تنفذي. ايوه بفلوس ناس، الله يبارك لك. انت فلوس ناس؟ هو احنا داخلين جمعيه ولا ايه؟ مش فلوس ناس دي، مش داعمين عشان انا اكسب واحكم. طب حقك يا الحكم الثاني تقفلي لايفك تيجي تنزلي لي اسد. انا ما شفتش الاسد عشان انزلك، انت مجنون والله. لو نزل لك 10 ما هتيجي تنزلي لي كلب. انا عارفك انت غلطان. طب بس وقسمت بالله لو واحد دخل اداني 10 اسود انا اجدك اسد. مش هيجيلك يا ام عمر دلوقتي ال 10 اسود دول، عايزين واحد يغسل ده 300,000 نقطه، يعني مش لعبه. ما تقولش كده والله العظيم، ما حد بيرمي ال 10 اسود. انت عندي طب والله العظيم تقسمت بالله. انا مره كده كنت بلعب مع عيل اجنبي في يوم وجات لي دعمه تاني يوم اسمها حلا، قسمت بالله قعدتني في الطب 4 ساعات كل ساعه 3 مليون. يا نهار ازرق، وديت الفلوس دي كلها فين يا عم عمر؟ الله يخرب بيت، ده لو ولعت فيهم مش هيخلصوا. اشتريت بيهم شقه. لا لا ما شقه، ده انت فيلا في التجمع بيهم. 4 ساعات يعني، تعالى نحسب كده مع بعض يا جدعان. 3، انت قلتي كام؟ قولي كده اما نقعد مش يا ابني. الدولار ما كانش كده، كان الدولار ب 10 جنيه لسه. يا هو الدولار كان ب 10 جنيه برضه والله، كان ب 12 جنيه وب 13 جنيه يعني. كان ما شاء الله الحسبه كده كانت كام؟ انت قلتي نزل. لا ده كده كتير قوي، انت بقى هتفرض عليا مش هينفع الكلام ده. لا خدي خدي، يبقى لازم تاخد ميوت. بيقول لي واحد بيقول لي انزل لها 150,000 نقطه. طب ما انت انزل لك 150,000 نقطه وما انت هتتشعي. نلعب 15 في 60 60 ده انا عايز اشخر بس مش قادر. ده نفس اللي طلعت معاه. هلا بالشباب. هلا والله ما شاء الله. اهلا ام عمر، اهلا فراوله، اهلا يا عم. شلونك يبا؟ الحمد لله حبيب قلبي، ازيك يا هيام؟ شلونك مداهم؟ دقيقة شباب. بحبك وحشتيني. الله عليك يا هيام. الله يعظم مسيرة حبيبي. حبيب انت عامل ايه يا حسن؟ والله تمام، انت عامل ايه يا استاذ مداهم؟ انا طالب منك طلب صغير. اتفضل. غالي والطلب رخيص. عايزك تجيب لنا شاي ام حسن بس. من شاي؟ ام حسن. اجيب لك شامبو؟ ما يعرفوش. شاي ام حسن، شاي ام حسن. ما يعرفوش يا مدير. ده شاي بيتباع في المولات الكبيرة، عايزك تجيب شاي ام حسن وتقول لي ايه رأيك في نكهته. شنو شاي ام حسن؟ شاي، تعرفش الشاي؟ وادي البنية يا مدير. أعرف الشاي، هذا وين؟ عندنا في الكويت يعني؟ ايه في العالم كله.
والله ما اعرفه يا مداهم، ابشر ان شاء الله المره الجايه اجيب لك اياه. حبيبي حبيبي ابشر. هيام احنا عايزين شاي. يلا شباب تكبيس. حبيبي انت تعرف يا مدام اليوم اللي فات اول امبارح يا دخلت بنتي معايا، راح بيع البنت دي عشان يقعد معاها. دي اولادي ما ترخوش. ام عمر جايه شنو تشوهين سمعه؟ ما هو ده اللي حصل يا جدع. يعني هو باع البنت الغلبانه طب علشان خاطر واحده يا مدام مش هتصدق؟ لا انا انا لو معايا هيام على الطالما بقى بتنوز الدنيا كلها. لو الاميره ديانا فتحت لايف هنا ادخل معاها وما ادخلش مع الاميره ديانا. والله انك تذا. لا ليه اكذب يا عم؟ ليه اكذب؟ البنت ما شاء الله امور عن الاميره ديانا. سليمان قلبي يا هبه هتلين هتلين ان شاء الله. هنلعب جوله يا اخواتي حماسيه ولا ننام؟ يلا 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 تكبيس تكبيس اولادي تكبيس. عندي وعندي يا الدبل. ام عمر يا ام عمر الناس عمالين انا ليه عندك خطبه صح؟ صح جوزيني هيام بس الدبل لازم نقفله. الفاتحه على روح المرحوم مداهم وام عمر. يلا تكبيس دبل دبل عندي وعندي يا ام عمر. ام عمر 1400 2000 ام عمر 2000 نقطه ما لهمش لازمه من عندي انا. 2000 يا اخواتي ما لهمش لازمه مع النم تبعاوي. احنا ممكن نقوم لي في التكبيس. التكبيس ايه دبل؟ انا هحكم على هيام على الانفض اللي فوق ده. اخواتي شفتوا السناب بتاع النهارده؟ روحوا شوفوه تعالوا قولوا. لا مش انت مش انت السناب ايه رايكم؟ ايوه في غيرنا خامس في القسط صح؟ هيما يا ابن اخواتي 2000 ما لهمش. 2000 يا اخواتي يعني حقوق. 2000 يا اخواتي ايديكم في ايدين بعض كده. حقوق يا اخواتي. 2000 2000 2000 جميل. طيب يا اخواتي يا حبايب 2000 يا اخواتي 2000 نقطه يا حبايب. راح راح يا ام عمر 2000 وريني. بتقول ايه؟ وريني ايه اللي عندك ده؟ ده الكيكه اللي عملتها على السناب النهارده. لا ما شاء الله. الله انت عندك سناب يا ام عمر؟ او النبي تدفني هناك الله يخليك يا حسن. ما بحاول بحاول اضيف انا ما اضيف يا حسن. هيام نعم دفيني على سناب وانا كمان يا هيام وهديك سناب. اهو سنابي ام عمر فراوي خلوهم يدفوني فراوي. ام عمر يا هيام السناب بتاعه انا مستني. ام عمر متى سويتي السناب؟ من زمان عندي 60,000 عقرب. هيام لا ده انا لا اصبري اصبري مش حسن مش انت اصبر هيام تضيفني الاول. انا قلت من عمر ما تتحدث يا مدي ضيف يا بت يا هيام. وشك جاب الفقر. ايوه اكتبي اكتبي. الجوله ايش صار عليها؟ ام عمر اذا ضفتك اذا ضفتك تقبليني يا ام عمر؟ يا عم عندك كم واحد في السناب انت؟ ايوه أنا هو ده وريني 120,000. طب شهر حسابي على السناب. ايوه ايوه أوكي. حلو ده حلو. ام عمر ما لقيتكش. لا لا هتلاقيني دوري اكتبوا لها. المهم المهم انا يا حبيبه قلب المهم انا اخواتي روحوا اكتبوا لها سنابي هناك معلش. ما ايه يلا في ايه بقى كله كاتب كتاب. يخرب بيتك ويخرب بيت الكتاب. ايه لا انا ما اقصدش. خلصانه خلصانه. بص يا ام عمر بصي عشان طلعت بس وريتهم سنابي ثواني. بصي بالصلاه على النبي اهو بصي وانت بتتفرجي كده شايفه. ودايما عندك كام واحد في السناب؟ انا كنت موريهم لك المره اللي فاتت كانوا 73 صح؟ دلوقتي ثواني دلوقتي 77. يبقى هتتوثق قريب. لا والله من 80 من 80,000 اه كتيبه 80,000 ناو 80,000 ضيف يلا انت وهو اه ضيف ضيف يا ايوه اهو ده الاسم. خد سكرين انشره اديه لاصحابك قول لهم مدام عشان يتوثق على السناب. ابعته لاصحابك قول لهم محمد المداهم واحد غلبان غفاز استانست طلع غيوم. انت بتقول ايه؟ والله غفاز ما بكلمش يا اسطى. البوست
ايوه ما تجيش تعمل حلو مع مصري، هتوقع نفسك في الكلابوش. هاش قاعد يقول؟ وانا بقول لك اهو انت مش مقبول. بقول لك ما تقلش قلبك على واحد مصري. ايش دخل الحين مصر؟ جيب طاري مصر كلها عشان يتعاطفون معك يا حمي توكل. ما لك دخل مصري. ايش دخل مصر الحين؟ انت ونعم فيك ما دخل مصر. يا انت غبي مش فاهم. يا حبيبي انت انت صمها. يلا يا ام عمر تشرفت معك تشرفت فيك. حبيبي يا حسن بهزر معاك، خليك انت قاعده معانا شويه عشان وحشاني. قول يا روح. لا ده يا فريق حسن. طليقه حسن؟ طيرتهم من ايدينا يا مدام. طيرت انا من حاجه يا ام عمر. انت بوزك ناشف. عليا الطلاق. والله ما حد بوزه ناشف غيرك انت. انت عماله تحش فيها يا ام عمر وانا قاعد مهبط من الصبح وصداع وعماله. عامله حتتين كيكه بص اهو. طب ما تفتكر الغلبان اللي قاعد لوحده دوت بعت له اي حاجه كده. ما شاء الله الف هنا. اعمل لك صينيه واجيبها لك في الكافيه. اعملي لي صينيه وهاتيها في الكافيه يا ام عمر. حاضر. تعبت عليا. قاعد لوحده ام عمر والله العظيم، ولا عيل ولا تيل ولا مره تخدمني و... طيب اعملهم لك وصول. اميره اميره دي وبالله عليك يا ام عمر يعني من وقت للتاني كده تبقى تيجي تروقيها وحط امك. روق ايه؟ شقه شقه. مش عيب لما اختك تيجي تروق لك الشقه. اختي الكبيره وتعملها. اختي الكبيره وتعملها عادي مش عيب. والله ما عيب. انا روق لها شقتها. وقسمت بالله لو قلت لي انا روق لك الشقه. الله يبارك لك يا ام عمر، ده انت هنا وانا اخدم عليك برجوله بقى. شوف برجولة. انت نيتك سو بس انا نيتي من جوه نضيفه. طب انا نيتي سو في ايه؟ طب كنت اعمل لك حله محشي وبطاطا اجيب لك مش هجيبهم لك. يا حبيبه قلبي اختي الكبيره يا جدعان انا عمال بقول لكم اختي اختي ما... وانتم مش مصدقين. اختك يا متسول يا شحات يا جدعان. اجيب لي بطايه و... يا متسول. الله يسامحك. ناخد البطايه وصينيه المحلات. ارحب يا حبيبي. انا شايف في ناس داخله كتير يا مدام. ليفن 47 ليفن 50 في حاجه غلط. هيموت من الجوع لو بعت لك اسد يا ام عمر. ما اعرفش مش حاسه بيكي ليه؟ مش فاهم. لا اله الا الله. ما شفتش الاسد بقالي ثلاث ايام اسبوع يا جماعه. يا جدعان ده الولاد تموت بحصرتها يا جدعان. والله حرام عليك. ده بتجري على يتامى. غلابة وحوادنا الزمان يا رب. انت عارفه الست دي من اول مواعيد على الدنيا لحد رمضان اللي فات ده كل يوم في رمضان بتعدي تقول الجمله دي. وانا واخواتي لازم كلنا ننزل نديها. والله والله من ساعه مواعيد على الدنيا والست دي بتعدي من بتعدي من بصوص كلها تقريبا ما بتقولش غير حاجه واحده بس. غلابه وحواجنا الزمان يا رب. بنفس اللكنه بنفس اللكنه 28 سنه بسمع نفس اللكنه في رمضان. بيدوها الناس بيدوه. بص يا ام عمر انت قاعد في بسوس يا مدام. بروح. بص يا ام عمر انا ما بتبسطش غير هناك وسط اهلي والناس والناس اللي انا الحمد لله اني اتقفل في وشك وشك الفقر. في حاجه غلط. اخواتي من ولا من عنده؟ من عندي ولا من عنده علة؟ ايه كده النت تمام؟ مداهم. ايه سامعاني كده كويس؟ يعني ابوك وامك قاعدين هناك؟ اه طبعا. ما ينفعش يمشوا من هناك اصلا. ليه؟ لا احنا بيت عيلة ام عمر وابويا كبير البيت. قلت له والله قلت له تعال ناخد حاجة بره قال لي لا انا ما اطلعش من هنا. في اتنين طالبين اجيبهم لك؟ هاتي هاتي صور. صور؟ لا لا صور لا ربنا يبعدنا. ده صالح ومعرفش مين. لا 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 خلينا خلينا نشوف ناس نعرف نتكلم معاهم. عمر طب يلا بسم الله الرحمن الرحيم. بس ثواني ثواني.
انت هتجيبي مين؟ اصبري ما تجيبي حد. طبعا كروان انت متخانق معاه صح؟ كروان؟ لا انا مش متخانق معاه. مش بتقول اتحبس، ايه اللي جابه تاج؟ ما هو محبوس. يبقى مين اللي فاتح مكانه؟ هتلاقي حد تاني من اخواته. على قد ما هو لسانه طويل بس صعب عليا. والله العظيم يا شيخ الواحد بيتحرق دمه عليه، بس هو عيل واطي مش عايز يفهم. لسانه طويل. يعني انا زعلت عليه والله، بس خد له 3 اشهر. بس خد 3 شهور؟ طب ليه من الاول بقى؟ طب ما انا احترم نفسي واشوف دنيتي واشوف مستقبلي وافتح اهزر واضحك واحبب فيا الناس ونتبسط نعمل ولفه مع بعض احسن من الكلام ده كله. صح. اتوثقت؟ لا كلهم بيقولوا لي هو اتوثقت سناب. طب والمصحف بيجي له 800 دولار. ايه الاجواء الشديده دي؟ يعني تنزل مش عارفه وانت ماشي ومش عارفه ايه وكده. ابعت لي سناب يعني لما تشوف اجواءها ايه. ايه؟ اجواءها ايه؟ شوقها. والله طب انا سمعت ملاحي اما يجي لك كان بيتكلم مع شاكر بيقول له كان بيطلع لي من السناب 3 مليون دولار. يا ام عمر ما كانش فتح لايفات 3 مليون؟ لا بالفعل، لا بالفعل. ما فيش الكلام ده، هم بيكسبوا. يا ابني اللي عنده 10 مليون متابع اسكت، واحده قالت لي 10 مليون متابع بيجيلها. ماشي يا ام عمر بس مش 3 مليون. في الشهر. لا ده ميزانية دولة 3 مليون دولار دول بس. والمصحف بيجي لهم. أنا أعرف ناس ممكن تعمل في اليوم 10,000 دولار، 15,000 دولار من الستوريهات بس مش إعلانات، بس 3 مليون دولار ده رقم تاني خالص. والله العظيم قسمت بالله زي ما بقول لك كده. ممكن بصراحة بس أنا ما بيقولوا ما بين ستوري وستوري بيجي لك إعلان تاخد عليه فلوس. انتوا عارفين انا ان شاء الله باذن الله لما فعل ارباح على السناب هتلاقوني بنزل ستوريهات وانا نايم. بتحلموا معايا يعني؟ دي فعاليات جديده انا هعملها لكم وانا نايم. هتلاقي نفسك بتحلم، هتلاقيني بشغل التليفون كده وانا بخطرف بالكلام، هتسمع كل حاجه. يا نهار ازرق، هبسطكم قوي في السناب ده، بس نقفش منه دراهم تف على وشي ان لقيتني في منصه ثانيه فيها 3 مليون دولار. انا اقفش ال 3 مليون دولار يا دين النبي على طالما هتشوفني تاني. واحد مشهور يا مداهم، مشهور. قال لك جالي في شهر 2 مليون و200 الف ريال سعودي. ما شاء الله، ربنا يزيد الناس. انت بتقعدي تحسبي للناس. مروه ام عمر يا قلبي يا فرحه، بس عشان ام عمر دلوقتي يا مروه عندها مستوى. هاتي لك رابع بسرعه. هي خدمه. انا مروه طبعا. انت ومروه؟ طبعا. انا ومامر على الدنيا كلها. بس بس حلو قوي ده. انا هجيب رابع بقى. طب لو حد بيبعت لكم الغوا. استنى كنت بجيب دارين. خلاص انا هلعب مع دارين. وعليكم السلام. ضفتك يا دارين. عامل ايه؟ الحمد لله. مروه شو اخبار؟ الحمد لله. انا مروه. هي دي صاحبتك يا مداهم؟ اصبري بقى ام عمر، نركز على انا بس. انا هصورك، انا عندي 70,000، هصور الاكونت بتاعك وانزله على السناب يا حبيبي. ده خلوهم يضيفوني. ام عمر انا عملت سناب النهارده. شاطر. وانت تصورني وتنزلني عندك. حاضر عينيا والله العظيم. تصوريني تنزلي. المهم يا مروه، يا دارين يا قلبي، اي ميس يو. والله انا كمان وحشتيني. والله انا كمان وحشتيني. انا كمان بموت فيكي والله يا دارين. خد الله يسعدكم، ضيفوني على السناب كلكم بعد اذن حضرتك. منين يا مروه؟ كله يروح يضيفني على السناب. يا روسيه معلش، النهارده عملت كيك روحي في مصر. بس عن ابو شكلك ميوت انت. مروه هي قاعده في مصر؟ مقيمه في مصر. فين في مصر يا حبيبه قلبي؟ ده احنا عينينا، ده انت في بلدنا. منين في مصر؟ ايوه انا في مصر، ساكنه في مصر. فين في مصر؟ ما مش بتقول المكان بالظبط بس هي. طيب انا ضيفتك يا دارين، عوزتي اي حاجه؟ اخضر للبيت، حد يروق لك الشقه، حد يجيب لك طلبات المنزل، يفسحك بالعربيه. لا معايا شركه سياحه. انا معايا شركه سياحه. والله؟ طبعا طبعا. انا بالليل هنا لايفات، طول النهار شغال سياحه. اوكي. ادعي لي بقى ربنا يوفقني معاكي. سياحة في الطراوة إن شاء الله. مالك يا أم عمر؟ فيها أم عمر؟ دارين أنا وأنت. عسل ولا بصل؟
ايه؟ انا لسه فاتها. انت لسه فاتها، ان شاء الله يومك اسهل يا قلبي. ان شاء الله. ان شاء الله. انت مرتبطه يا دارين؟ لا لسه. لا لا. الحمد لله. بتقول لك عايز واحد مثلي. لا لسه. انا كمان مش مرتبط. ازيك يا دارين؟ عادي. يلا كتيبة. انا الحمد لله يا عمر. الحمد لله.